منتدى زهراء المرأة المغربية منذ صدور المدونة سنة 2004 هو يتابعها بتقييم ويتابع جميع المقتضيات ديالها والإشكالات التي تعترضها. وبعد إعلان جلالة الملك في خطاب العرش السنة الماضية حول فتح هذا الورش ضمن ثلاث أوراش تناولنا فيها كل كتاب من كتب مدونة الأسرة بالدراسة والتحليل والوقوف عند إشكالياتها. واليوم احنا ننظم هذه الندوة الوطنية بحضور مجموعة من المختصين والأساتذة والممارسين في مجال العدالة لكي نقف عند هذه الإشكالات ونقدم بصددها حلول. طبعا مدونة الأسرة نحن الآن لسنا بصدد تعديل شامل وجدري لمدونة الأسرة، لسنا بصدد وضع مدونة جديدة، ولكن هناك بعض الإشكالات كما قال الملك في خطابه، بعض الإشكالات التي برزت من خلال الممارسة والتطبيق ديال هذه المدونة. من أبرزها كاين هناك تعقد مسطرة الزواج ديال زواج عادي يحتاج لإذن قضائي، نعتبروا أن هذا الأمر هذا غير سليم. هناك بعض الحالات ديال الزواج القاصر ديال التعدد وغيرها اللي خصها الإذن القضائي، لكن المسطرة العادية في الزواج ممكن أنها تكون فقط عند العدول. كاين الإشكالات المرتبطة كذلك بالطلاق، ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير جدا، كيبين بأن مؤسسة الصلح أو الصلح القضائي بالشكل الذي يمارس الآن هو غير سليم، لأن الآن عندنا حسب الإحصاء اللي خرجوا مجلس أعلى السلطة القضائية 100 حالة ديال الزواج مقابلها 50 حالة ديال الطلاق، وهذا أمر خطير جدا ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. كاين هناك بعض الإشكالات المرتبطة في الولاية والحضانة، بعض الرجال يتزن النساء بالولاية والنساء يتزن الرجال بالحضانة، هنا خصو واحد الحل اللي هو قانوني يعالج هاد بعض الحالات. نحن لسنا مع إعطاء الولاية بصفة عامة كلها للمرأة، ولكن نقول بأن الأمر ينبغي أن يكون بيد القاضي في الحالة التي يبتز فيها الرجل أو يكون هناك تعسف من ممارسة الرجل لحقه في الولاية التي هي مسؤولية وتكليف، يمكن للقاضي آنذاك أن إذا كان الأطفال هم متضرر أن يعطي الولاية للأم. كاين كذلك الفصل 49 مدونة الأسرة، هو الفصل باش يعرفوا المواطنين هو المرتبط بتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج. هذا الفصل كان اعتبرناه بأنه أمر إيجابي جدا أن يتم التنصيص عليه في المدونة، لكن من الناحية العملية كاين هناك بعض الإشكالات التي أثارها هذا الفصل. هو أغلبية الأزواج لا يلجؤون إلى وثيقة مستقلة ملحقة بعقد الزواج للتنصيص على كيفية تدبير الأموال المشتركة، وفي كثير من الأحيان هناك نساء يقومن بتقديم مجهودات مادية ومعنوية للأسرة، ولكن بعد انصرام العلاقة الزوجية اللي كتدوم بعد أحيان 20 سنة أو 30 سنة كتلقى المرأة بأنها ليست لديها الإثباتات لما صرفته داخل البيت الزوجية، والرجل عموما هو ينزع إلى تسجيل كل ما يملكه في اسمه، وبالتالي كتكون هناك ضياع حقوق ديال النساء في هذا الجانب. ذلك كان عندنا مقترحات وتعديلات فيما يتعلق بالفصل 49 من مدونة الأسرة.